مرحبا، كيفكم؟ أنا سلوم وهاي قناتي ألوان تيوب. فيديو اليوم رح نحكي فيه عن موعد زفاف وليد مقداد، بس قبل ما نبلش ومثل العادة بدي أذكركم تشتركوا بقناتي وتفعلوا الجرس وكمان تابعوني على الإنستغرام. وهلأ خلينا نبلش المقطع. عائلة مقداد من أشهر العائلات الموجودة اليوم في عالم اليوتيوب، خاصة إنها بتملك عدد من القنوات مثل قناة طيور الجنة واللي وصلت أكثر من 24 مليون مشترك. والعائلة كنا زمان متعودين على إنه نشوفها على قناة طيور الجنة على التلفزيون، سواء في الكليبات أو الأناشيد أو البرامج اللي كانت بتعرضها القناة. بس اليوم ومع انتشار ظاهرة القنوات العائلية على اليوتيوب، صارت العائلة بتقدم محتوى عائلي بتعرض فيه جزء من حياتها. طبعا هي بتختلف عن غيرها من العائلات في محتواها، وبتحاول تقدم رسالة من خلال الفيديوهات اللي بتنشرها، وهي الرسالة بتلامس قضايا اجتماعية وعائلية وإنسانية وإسلامية. وكانت بتقدم هذا المحتوى بطابع إسلامي ما بنشوفه في باقي القنوات. جنى أول ما تكون مكلفة للحجاب راح تكون محجبة بإذن الله. وكدليل كلامي، العيلة شاركت فرحتها بتخرج معتصم من التوجيه، وشاركت فرحتها بخطوبة وليد، وشاركت فرحتها بولادة سند، وشاركت أخبار مرض أبو الوليد مقداد. واليوم العيلة شاركت خبر موعد زفاف وليد اللي كل الجماهير بتستنى تعرف متى راح يكون، والكل بينتظر يشوف عرس وليد، خاصة انه العيلة ملتزمة واكيد حتقدم نموذج محترم في طريقة الاحتفال. المهم، نزلت جنى امبارح فيديو على قناتها عالم جنى جاوبت فيه على اسئلة المتابعين، وكان من ضمن الاسئلة سؤال عن معتصم اخو وليد اللي لسه ما خطب، متى راح يخطب معتصم مثل وليد؟ فكان رد معتصم انه لما يلاقي بنت الحلال، وهذا بيعني انه عم يدور، وانا بتوقع يخطب بعد زواج وليد بكم شهر وما رح يطول. خلونا نشوف المقطع. متى ناويين تخطبوا لعصومي؟ والله ما بنعرف يا انا، بس تيجي بنت الحلال، بس تيجي بنت الحلال يوم المنى انه يخطب يتزوج. وكمان كان من ضمن الأسئلة سؤال موجه لجنى عن موعد زفاف وليد، وإحنا عارفين أنه وليد له خاطب من شهر 2 2020، يعني تقريبا وليد له خاطب سنة وأربع شهور. فخلونا نشوف شو حكت جنى عن موعد زفاف أخوها الكبير وليد. متى عرس وليد نور؟ طيب أنا ما بعرف بالضبط، بس هو يعني مو كتير بعيد، يعني قريب هيك فترة شهر شهرين. هذا الصيف يعني إن شاء الله. وبهيك عرفنا إنه عرس وليد رح يكون خلال هذا الصيف، يعني الموضوع محتاج شهر أو شهرين، وإن شاء الله وليد ونور بتزوجوا. وأنتوا شفتوا شو اللي خلى موضوع الزواج يتأجل شوي؟ أول شيء ولادة أم الوليد لسند، وتاني شيء الكورونا والإغلاقات اللي صارت بسببها، وتالت شيء مرض أبو الوليد مقداد. والحمد لله ربنا شفاه وعافاه، وإن شاء الله بنشوفه بفرح وليد ومعتصم وجنى وكل ولاده. وما بدي أنسى أبارك للعرسان وأقول لهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وفي نهاية المقطع ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان تابعوني على الانستغرام، الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.